ويعترف كذلك لبلدي كونه منذ أكثر من نصف قرن موزع ومزود موثوق فيه للغاز الطبيعي، ولا يزال مصمما على البقاء كذلك. في الجزائر اليوم تقترب نسبة الربط بالكهرباء للمواطنين تقترب من 100% بالتقريب، وأكثر من 65% من الأسر الجزائرية موصولة بشبكة الغاز الطبيعي حتى في أعلى قمام الجبل. طموحنا هو الاستمرار في تطوير مواردنا الهائلة من الغاز الطبيعي قصد تحقيق الأفضل لشعبنا بالطريقة المثلى وبروح يطبعها التعاون والشراكة، مع السهر على الحفاظ على البيئة.